قم العاصمة الروحية لإيران، أو مدينة الملال كما تسميها الصحافة الغربية. شكلت هذه المدينة طوال عقود مضت المعارض المعنوي الأبرز لملوك طهران. وفي عهد الشاه محمد رضا بهلوي غدا طلبة العلوم الدينية في قم مصدر الإزعاج الأكبر لشاه طهران، الذي كان قد استطاع القضاء في العام 1953 على كافة معارضيه من الحركات اليسارية والقومية. ولكن وبين جدران أكبر مدرسة دينية في البلاد على الإطلاق الفيضية، ظهرت النواة الأولى لثورة جديدة ضد الملك بقيادة الإمام روح الله الخميني. بل كأصل رجيم سلطنتي از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است. برای اینکه ما فرض میکنیم که یک ملتی تمامشون رأی دادند که یک نفری سلطان باشد، بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشون هستند و مختار به سرنوشت خودشون هستند، رأی اونها برای اونها قابل عمل است. لکن اگر چنانچه یک ملتی رأی دادند ولو تمامشون به این که اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کند؟ بدأت المرجعية الدينية لروح الله الخميني تظهر بشكل تدريجي مطلع الستينيات. لم يكن المرجع الوحيد في قم، لكن شهرته بدأت مع طرحه للقضايا السياسية داخل الحوزة، فيما فضل بقية العلماء والمراجع عدم التدخل في السياسة. تجمع حوله أكثر من 1100 طالب من طلاب العلوم الدينية، في مقدمتهم بهشت مطهري خامنئي ورفسنجاني. مع الخميني وتلامذته ارتدت المواجهة بين الشاه والثورة الجديدة طابعا دينيا، على الرغم من أن ستينيات القرن الماضي تركت بصماتها اليسارية على كل حركات التحرر في المنطقة. وفي الوقت الذي كانت الشعارات المعادية للطبقية والرأسمالية والمنادية بطروحات القومية والشيوعية تغزو الشرق، كانت الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني أشبه بطائر يحلق خارج السرب. عرفت إيران بعد انقلاب العام 1953 الذي اطاح بحكومة الدكتور محمد مصدق تحولا استراتيجيا. فمنذ ذلك التاريخ وحتى العام 1961 غير الشاه محمد رضا بهلوي من وجه ايران الخارجي، ونسج تحالفات جديدة حولت بلاده الى محطة نفوذ امريكية في المنطقة في مواجهة الشيوعية الآتية من موسكو. لقد تصاعد الاهتمام الامريكي بإيران بسبب حدودها مع الاتحاد السوفيتي التي تمتد مسافة 2500 كيلومتر، اضافة الى ثروة ايران النفطية وموقعها المطل على دول الخليج الغنية بدورها بالنفط. منح الشاه الشركات النفطية الامريكية امتياز التنقيب واستخراج النفط الايراني، وقامت الاخيرة
خلال 10 سنوات فقط باستخراج 340 مليون طن من النفط الخام، أي ما يفوق ما سرقته بريطانيا من النفط الإيراني خلال 50 عاما. رافق ذلك انخفاض حاد في سيولة الدولة سببته المصاريف الضخمة التي صرفها الشاه على تقوية البنية العسكرية لجيشه. اگر به این طور دست دلبازی نفت ما را به غیر بدن بعد از 3 سال چند سال دیگه تمام میشد، اون روزی که نه ملت ما نفت دارد نه زراعت دارد. اگر این آدم باقی باشه بعد از 3 سال دیگه یک ملت جدا، الان نیست به ملت جدا، اون وقت تمام ملت جدا خواهد شد. بسیانه ایچی نداره یا اگر مفلسش بدید آقا تمام حیثیات مادی معنوی شما را از بین میبره. العام 1956 دخلت إيران في حلف بغداد في مقابل مشاريع الوحدة التي بدأها الرئيس جمال عبد الناصر، وسارع الشاه إلى نسج علاقات سرية بالكيان الصهيوني لم تخرج إلى العلن خوفا من ردة فعل الشارع الإيراني. لكن ثمار هذه العلاقة ما لبثت أن أنتجت أولى خلايا جهاز المخابرات الإيراني السافاك بمعاونة وتدريب من ضباط الموساد ووكالة المخابرات الأمريكية. لقد ارتبط اسم السافاك بأبشع عمليات الاعتقال والتعذيب، ولا زال العديد من الإيرانيين يحملون ذكريات وبصمات من تلك الفترة. لم يتوقف الشاه عند هذا الحد، ففي العام 1958 وقعت طهران وواشنطن معاهدة عسكرية نصت على تدخل الولايات المتحدة العسكري في إيران حين يتعرض النظام للخطر. ونتيجة لذلك تدفقت أعداد هائلة من المستشارين العسكريين الأمريكيين، بلغ عددهم في أواخر السبعينيات 70,000، فيما تصاعدت صفقات بيع الأسلحة الأمريكية لطهران لتستحق إيران لقبها الذي عرفت به لاحقا شرطي الخليج. میخواییم که ارتش ما مستقل باشد. آقای ارتش بود شما نمیخوایی، شما نمیخوایی مستقل باشی. آقای سرلشکر شما نمیخوایی مستقل باشی، شما میخوایی نوکر باشی. من به شما نصیحت میکنم که بیایید در آغوش ملت، همون که ملت میگه بگید ما باید مستقل باشیم. ملت میگه ارتش باید مستقل باشه، ارتش نباید زیر فرمان مستشارهای امریکا و اجنبی باشه. شما بیایید، ما برای خاطر شما این حرفا میزنیم، شما بیاید برای خاطر خودتون این حرفا بزنید، بگید ما میخوایم مستقل باشیم، ما نمیخوایم این مستشارها باشه. في العام 1961 توفي زعيم الحوزة العلمية آية الله البروجردي، وشكلت وفاته وما تلاها من أحداث نقطة تحول مركزية في تاريخ الحوزة القمية وإيران. بعد وفاة آية الله البروجردي أتى لزيارة الإمام مراسل جريدة كيهان الإيرانية، قال له: هل تسمح لي يا سيدي أن أجري مقابلة معك بعد المرحوم البروجردي؟ فقال له الإمام: أنا طالب علم يدرس ويدرس. وكنا نتألم لذلك كثيرا. اعتقد الشاه محمد رضا بهلوي أن وفاة آية الله البروجردي سوف تضعف من قدرة الحوزة القمية على مواجهته وتزيل من أمامه آخر العقبات بعدما استطاع القضاء على ثورات مصدق وكاشاني ونواب صفوي. عندما توفي آية الله البروجردي أتى الشاه إلى قم
وقام بإلقاء خطبة في داخل مقام السيدة المعصومة، وكان خطابا طويلا، ومن جملة ما قاله: إلى هذا الوقت كان هناك مقام غير مسؤول يقف سدا في طريقي، ولم أستطع معها أن أحقق نوايا والدي في هذا البلد. وكان يقصد المرحوم آية الله البروجردي. ومن اليوم فصاعدا فإن هذا المقام غير موجود، ومن اليوم فصاعدا ستنفذ نوايا والدي في هذا البلد. ووجه الإهانة حين قال: ليس هناك من أحد يستطيع أن يمنعني أو يقف في وجهي. بعد وفاة آية الله البروجردي، قام الشاه بإرسال برقية إلى آية الله السيد الحكيم المرجع النجفي الكبير، عبر له فيها عن احترامه وتقديره. لم يكن السيد الحكيم يتدخل في الشأن الإيراني، لكن الشاه أراد الإيحاء بأن المرجعية الدينية بالنسبة لديه انتقلت إلى النجف مع وفاة البروجردي، قاصدا بذلك تهميش المرجعية القمية آنذاك المتمثلة بآيات الله الخميني الجلبيجاني المرعش النجفي وشريعة مداري. بعد سنة واحدة على وفاة آية الله البروجردي، قام الشاه بإجراء تعديل على قانون الانتخابات البلدية، قضت بحذف شرط الإسلام للناخب والمرشح، وحذف شرط القسم بالقرآن ليصبح بالكتاب السماوي، كما سمح التعديل للنساء بالترشح للانتخابات. على عجل دعا الإمام الخميني إلى عقد اجتماع في منزل نجل زعيم الحوزة القمية السابق آية الله الحائر اليزدي. حضر الاجتماع كافة مراجع قم. كان الشاه يتوقع أن يثير التعديلان الأخيران، لا سيما حق النساء بالترشيح، حفيظة الوسط الديني، لكن المرجعية القمية في اجتماعها أدانت تعديل البند الأول الذي اعتبرته يساهم في إطفاء شرعية على إدخال الطائفة البهائية في مؤسسات الدولة. في الواقع ان ثورة الامام ورايتها ارتفعت من هذه النقطة، بحيث كان الامام محورا لمجموعة من مراجع التقليد الذين اجتمعوا حوله واصدروا بيانا شديد اللهجة حيال سياسة النظام وهذا القانون. وقد كان هذا البيان من انشاء الامام الخميني وكتب بقلمه. هل كان العلماء ورجال العلم يوما ما يخالفون التحضر والتقدم العلمي؟ هل أردتم بناء المدارس والمعاهد وخالفكم العلماء؟ هل أردتم استيراد معمل مفيد وعارضوكم؟ هل عزمتم على اختراع مركبة فضائية تحلقون بها في الفضاء ومنعكم علماء الدين من ذلك؟ نحن نطالب بعدم جر النساء إلى ساحات الفساد والفاحشة صيانة لهم من الانحراف. إن 20 سنة الماضية انقضت من السفور ومنع الحجاب، بماذا عادت علينا وعلى رجالنا وبلادنا؟ انصرفوا عن هذه الألاعيب ودعونا منها، وارفعوا أيديكم عن القرآن والدين الإلهي، ولا تعتدوا على دستور البلاد باسم الرقي والتحضر والتمدن الكاذب. جاء رد الشاه سريعا. بدأ الشاه خطابه إلى المراجع بلقب حجة الإسلام، متعمدا إسقاط لقب آيات الله المعتمد في مخاطبة المراجع وكبار العلماء، وأنهاه بالدعوة لهم بالتوفيق في هداية العامة، قاصدا بذلك إبلاغهم بأن وظيفتهم محصورة في العمل الفقهي فقط ولا علاقة لهم بالسياسة. على الفور أمر الإمام الخميني بتشكيل لجنة من تلامذته مهمتها تنظيم المظاهرات وتوزيع البيانات، وأوعز لتلامذته بطباعة 1000 نسخ من رسالة الشاه وتوزيعها على الناس. كان يتجاوز عدد تلامذته 1100، وكان يجيد تحريكهم وتوزيع المهام عليهم بشكل جيد.
اعتبرت الرسالة إهانة للحوزة وعلمائها، وخلال ساعات امتلأت شوارع المدن الإيرانية بالجماهير الغاضبة. بما أنك دعوتنا إلى هداية العامة، فإني أخاطبك أيها العامي، أنت وحكومتك. الظاهر أنكم عزمتم على عدم الاهتمام والالتزام بنصائح وإرشادات رجال العلم والعلماء الأفاضل الذين هم عماد الأمة وملاذ الجماهير، وتظنون بأنكم تستطيعون الوقوف أمام القرآن والدستور ومشاعر الجماهير المسلمة. إني أحذركم من تبعات التهاون بتعاليم القرآن وإهانتها، وإلا فعلماء الإسلام والمراجع سوف يتخذون الإجراءات اللازمة. استمرت التظاهرات 6 أشهر كاملة لم يهدأ الشارع الإيراني خلالها، مما اضطر الشاه إلى بعث برقية إلى المراجع باستثناء الإمام الخميني، قال فيها إنه تراجع عن تعديل القانون، لكن روح الله أصر على أن تعديل القانون لم يسقط ببضع برقيات سرية، وطالب بأن يعلن ذلك رسميا، فاضطر الشاه حينها إلى نشر قرار التراجع في الجريدة الرسمية. شهرة إمام شناخت واز مسائل روز. إن معرفة الإمام بالقضايا اليومية ووعيه السياسي الاجتماعي وقيادته التي برزت في أحداث انتخابات المجالس البلدية يعتبر أول حركة في ثورة الإمام السياسية، وقد جعلت من الإمام شخصا مؤهلا للقيادة ولخلافة المرجعية الدينية العامة. وقد تعرف الشباب الإيراني إلى هذه الحقيقة واستوعبها. وفي الحقيقة لقد كان لأنصار وطلبة الإمام ومدرسي الحوزة دورا بارزا، بحيث اشترك كل منهم في تقديم الإمام إلى الشعب الإيراني. تعرض الاقتصاد الإيراني إلى نكسات عديدة في ظل الميزانية العسكرية العالية لجيش الشاه محمد رضا بهلوي. وخلال 5 سنوات فشلت 3 حكومات في تحسين الوضع الاقتصادي. من باید عرض کنم که محمد رضای پهلوی این خائن خبیث برای ما رفت فرار کرد و همه چیز ما را به باد داد، مملکت ما را خراب کرد، قبرستان های ما را آباد کرد، مملکت ما را از ناحیه اقتصاد خراب کرد. تمام اقتصاد ما الان خراب است و از هم ریخته است که اگر چنانچه بخواهیم ما این اقتصاد را به حال اول برگردانیم، سالهای طولانی با همت همه مردم، نه یک دولت این کار را میتوند بکند. احزیمة البؤس تلف النواحي الجنوبية من العاصمة الإيرانية، والأمية تنتشر بشكل مخيف بين قاطنيها، فمن بين كل 5 رجال واحد فقط يجيد القراءة أو الكتابة، ومن بين 12 امرأة واحدة فقط تجيد القراءة. تصاعد القلق الأمريكي،
من أن يؤدي توتر الأوضاع الاقتصادية إلى تفجير ثورة تطيح بالنظام الإيراني، لا سيما وأن حمى الثورات كانت تلهب العالم من كوبا إلى القاهرة. وعلى الأثر توجه الشاه محمد رضا بهلوي إلى الولايات المتحدة التي كانت آنذاك في عهد رئيس جون كينيدي. بعد أيام قليلة من زيارة الشاه إلى واشنطن، أعلن محمد رضا في العام 1963 عن قائمة إصلاحات اقتصادية مستعجلة أسماها بالثورة البيضاء، وتضمنت 6 بنود أساسية. خدا می داند اون روزی که من عکس این محمد رضا را دیدم، در روزنامه ها اینجا در مجله بود چیزی که در امریکا مقابل یکی از سر چیزای ریاست جمهورای اونا ایستاده بود مثل یک بچه و او عینکش را برداشته بود و به روی اون نگاه هم نمی کرد، اینطور نگاه می کرد و اینطوری ایستاده بود. خدا می داند. تلخی این در ذائقه من شاید حالا هم باشد که ما اینطور هستیم که یه نفر آدمی که میگه من همه کارا هستم و کشور ما میخوام برسانم به کجا و از ژاپن باید جلو بیفتیم، یه همچه آدم ضعیف زبونیست که میرد در امریکا بعد از همه تشریفات که اجازه بدن و چه بکنن برد اونجا میستد اونجا پهلوی اون جاکون ظاهرن بود ایستاده اونجا و اون مردک تو صورتش نگاه نمی کند، عینکش رو برداشته و اینطور نگاه می کند و اینطوری ایستاده. بدأ الشاه حملة اعلامية ترويجية لثورة البيضاء، قاد خلالها الجرار الزراعي بنفسه وسلم عشرات عقود تملك الاراضي للفلاحين. شما ملاحظه کنید به اسم این که ما میخواهیم زراعت را دهقانها را دهقان کنیم، تا حالا رعیت بودن و ما میخواهیم حالا دهقانشون کنیم. اصلاحات ارضی درست کردن، اصلاحات ارضیشون بعد از این مدت طولانی به اینجا منتهی شد که به کلی دهقانی از بین رفت، به کلی زراعت ما از بین رفت و الان شما در همه چیز محتاجیست به خارج. یعنی محمد رضا این کار را کرد تا بازار درست کند از برای آمریکا و ما محتاج به او باشیم در این که گندم از او بیاریم، برنج از او بیاریم، همه چیز را تخم مرغ از او بیاریم یا از اسرائیل که دست رسونده امریکاست بیاریم. بنابراین کارهایی که این آدم کرده به عنوان اصلاح، این کارها خودش افساد بوده است. قضیه اصلاحات ارضی یک لطمه‌ای بر مملکت ما وارد کرده است که تا شاید 20 سال دیگه ما نتوانیم را جبرانش بکنیم. وسع الإمام الخميني من انتقاداته للشاه، معتبرا خطواته الاقتصادية انتهاكا فاضحا للدستور الذي لا يمنحه هذا الكم من الصلاحيات. أذكر جيدا أن الإمام دعا علماء قم ومراجعها في أحد الليالي إلى منزله وقال إن هذه المرحلة تختلف عن سابقاتها، ففي المرحلة السابقة كانت الحكومة، أما الآن فهو الشاه الذي سيذهب بالأمور إلى آخر مطافها، وإذا أريد لحركتنا أن تستمر ولابد لها من ذلك فهي بحاجة إلى الاستقامة. وأذكر حينها أنه أخذ العهد من العلماء على أن لا يتخلف أحد عن هذه الحركة طالما تم التصميم على الوقوف بوجه الشاه. أصدرت الحوزة القمية فتوى
وصفت ممارسات الشاه بأنها معادية للإسلام ومخالفة للدستور. كانت فتوى العلماء كافية لإشعال موجة عارمة من المظاهرات في كل المدن الإيرانية، أضربت خلالها الأسواق والمحلات التجارية. أبدى الشاه شيئا من المرونة مبتعدا عن تصادم حتمي مع الحوزة، وحاول أن يضفي على حركته شيئا من الشرعية، فدعا الإيرانيين إلى المشاركة في استفتاء على بنود الثورة البيضاء، وأعلن عن عزمه زيارة قم ومقابلة علمائها في مسعى منه للتهدئة. تصدى الإمام الخميني لزيارة الشاه إلى قم، وأصدر فتوى بتحريم استقبال الشاه، الذي انزعج من ذلك الأمر انزعاجا شديدا. انتشرت فتوى الإمام الخميني بتحريم استقبال الشاه، وأقفلت المحلات التجارية أبوابها في قم. أما الاستفتاء فقد جاءت حصيلته الرسمية موافقة 5,600,000، لكن الإمام الخميني رفع من وتيرة المواجهة، وأعطى أوامره بوقف كافة النشاطات الدينية في جميع أنحاء البلاد، معلنا الحداد العام في عيد نيروز. وقع ذلك في شهر رمضان الذي يأتي به الناس إلى المساجد لقراءة القرآن وسماع الوعظ والخطب وصلاة الجمعة والدعاء، ورأى الناس أن كل الأبواب مغلقة هذا العام، وهذا ما يعتبر بالنسبة لهم أن الشاه يريد أن يقطع جذور الإسلام والمسجد والوعظ والقرآن، وبالنتيجة فإن مشاعر الناس تتحرك ضد الشاه بقوة، وهذا ما شكل تكتيكا ذكيا من قبل الإمام. قرر الشاه الرد بقسوة هذه المرة، فأعطى أوامره باقتحام حرم المدرسة الدينية في قم. كان من المقرر أن نجتمع مع رفاقنا في صباح اليوم الذي جرت فيه حادثة الفيضية في بيت الإمام. وعندما أقول رفاقنا، إنما أعني اللجنة الائتلافية للمجاهدين آنذاك، وكان تشكيل هذه اللجنة بأمر من الإمام. وصلت في الصباح من مدينتي إلى بيت الإمام في قم، وكان شكل الإمام في وضعية مختلفة، وكان له من الهيبة العجيبة الشيء الكثير. كنا في باحة المنزل، فرشوا لنا للجلوس هناك. اجتمع الجميع وكانوا ينظرون إلى الإمام الذي تحدث بهذه اللهجة التي تسمعونها، وقال ليقرأ أحدهم القرآن، بعض آيات من القرآن. وصل السيد العراقي ليهمس بشيء في أذن الإمام، ومن ثم في أذني بنفس الشيء، وقال إن سيارات محملة بشرطة الشاه، والذين حسب ما عرفناه فيما بعد أنهم كانوا في حالة من السكر، جميعا جاءوا بألبسة مدنية ومزودين بعصا كهربائية وسيوف وسكاكين، أتوا لإحداث فوضى في هذا المجلس. إني أحذر الذين يخلقون الفوضى ويهرجون في هذا الاجتماع بأن لا يقوموا بأي حركة مخالفة لنظام الاجتماع، وإذا ما أصروا على موقفهم وحاولوا أن يمنعوا وصول صوت الخطيب إلى سائر المستمعين، فإنني شخصيا سأتوجه إلى الشارع وأقوم بشرح ما يجب أن يسمعه الشعب. غادر عناصر السافاك منزل الإمام الخميني، لكنهم لم يعودوا إلى فكناتهم. في مساء اليوم نفسه 22 آذار من عام 1963، بدأت ناقلات الجند تتجمع في ساحة المدرسة الفيضية، وطوق الجنود المدججون بالسلاح المدرسة الدينية. في الداخل كان هناك اجتماع بحضور آية الله المرجع السيد محمد رضا
الجلبيجاني. دخل عناصر ساباك المجلس وبدأوا بإطلاق الصرخات المؤيدة للشعب بشكل تكراري. ولكونهم كانوا في حالة من السكر فقد قاموا بضرب الطلبة، وعندما أخذ الأمر هذا الشكل التجأ بعض الطلبة إلى السطح فصعد هؤلاء خلفهم، فقد كانوا في حالة سكر مفرط وقاموا بإلقاء الطلبة من أعلى السطح إلى الأرض. خب ما حساب بکنیم که این مصیبت ها برای چه به این ملت وارد شد، مگر این ملت چه می گفت و چه می گوید که از اون وقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد. ملت ما چه می گفتند که مستحق به این عقوبات شدند؟ مامورین ساواک عندما دخل أزلام الشاه إلى المدرسة الفيضية وقاموا بارتكاب عمل إجرامي فيها، فر البعض من الطلبة فذهبنا إلى بيت الإمام وكنا ننتظر قدوم رجال الأمن، لكن الإمام تحدث بشكل رفع من معنويات المترددين الذين كانوا قد انهزموا حينها. لقد هيأت نفسي وجسدي وصدري لاستقبال رماحكم وسهامكم، وسوف لن أرضخ لكم أو أتنازل أو أتقهقر أمام جبروتكم واضطهادكم بإذن الله تعالى. سوف لن أسكت عن أي عمل مخالف للإسلام ولمصلحة البلاد يصدر عنكم، وما دام القلم بيدي فسوف أسطر الفتاوى والمنشورات لمحاربتكم أبد الدهر. في مطلع العام 1963 انتشر خبر موافقة الشاه على فتح سفارة للكيان الصهيوني في العاصمة طهران. نصيحات بعد ذلك للشاه، عندما رأى الإمام أن الشاه يريد تجاوز أحكام وقوانين الإسلام وخصوصا ما يتعلق منها بقضية فلسطين، وفتح سفارة للكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين في العاصمة طهران، فقد أخذت حركته المعارضة للشاه شكلها العلني. دعا الإمام الخميني إلى عقد اجتماع في منزله حضره علماء ومراجع الحوزة، واتفق في الاجتماع على توجيه خطاب قاس إلى الشاه في ذكرى عاشوراء، لكن أحد المراجع السيد شريعة مداري انسحب من الاتفاق. قام الشاه بإشاعة جو من الرعب والخوف في المجتمع والحوزة، وعلى خلاف ما كان متوقعا فقد صمم الإمام على جعل المواجهة أكثر علنية وعلى كشف جرائم أمريكا في إيران وارتباط نظام الشاه بإسرائيل بشكل علني في بياناته وخطاباته، وهذا ما حدث في خطابه التاريخي في يوم عاشوراء. عليك أن تمتثل لأوامر الإسلام وأن تصغي لما يقوله أهل العلم والعلماء، هؤلاء يريدون صلاح الوطن. أعرض عن إسرائيل صفحا فإنها لن تنفعك يوما بل ساعة. أيها التعيس، أيها الذليل، لقد انقضى من عمرك 45 سنة، تأمل قليلا، تدبر قليلا، لاحظ عواقب الأمور، اعتبر بكل ما مضى، اعتبر بأبيك، لا تصغ إلى ما يلقنونك إياه من أكاذيب ودجل. لما كل هذا الهراء؟ من هي الرجعية السوداء؟ الإسلام والعلماء؟ أم أنت يا صاحب الثورة البيضاء؟ ما هي هذه الثورة؟ عرفنا جذورها، اكشف النقاب عن أساسها. إلى متى تطمع بالسلطة؟ وإلى متى تريد تضليل الشعب؟ تاريخ إن الإمام الخميني أول وآخر شخصية خاطب الشاه بلقب التافه،
في تاريخ السلطة البهلوية لم يقم أحد من الشخصيات السياسية أو العلمائية بمخاطبة الشاه بمثل هذا الخطاب، وحده الإمام الذي خاطب الشاه في فترة حكم السلطة الدكتاتورية بمثل كل هذه القوة والثبات، وقال للشاه: يا سيء الحظ، يا بائس أيها الرجيل. كانت خطبة الإمام في عاشوراء عملا إبداعيا وأدبيا سياسيا من أدبيات السياسيين المعاصرين، فمن ناحية المعايير الظاهرية لم تكن هناك من أرضية لهكذا مواجهة مباشرة للمجتمع الإيراني مع نظام الشاه، فقد انزوت الأحزاب والفعاليات السياسية التي كانت ناشطة في إيران، وابتعد أكثرها عن دائرة الاهتمامات السياسية أو غادروا البلد. وفجأة حدث انفجار كبير في إيران أحدثه خطاب الإمام الخميني الحاد في المدرسة الفيضية ضد نظام الشاه وضد أمريكا وإسرائيل. وكما يقال هنا، فقد كان انفجارا قويا وصل صداه إلى جميع أنحاء إيران بالشكل الذي تصل به الطاقة الكهربائية. في منتصف ليلة الرابع من حزيران من العام 1963، وردا على خطاب الإمام الخميني في عاشوراء، هاجمت وحدة من القوات الخاصة في الجيش الإيراني متسترة بالزي المدني منزل روح الله، واقتادته إلى خارج المنزل. كانوا يرتدون زيا أسود، وضعوني بالسيارة، لم يشغلوا المحرك، بل قاموا بدفع السيارة إلى آخر الزقاق لئلا يسمع الجيران صوتا. لم أتكلم معهم شيئا، ولكن عندما اقتربت السيارة من طهران وبانت مصاف النفط، قلت: لقد أصبحنا فدية وقربانا لهذا النفط، من أجل هذا نهبوا جميع ثرواتنا وينهبون. كررت لهم أكثر من مرة أن يمنحوني دقائق للتوضؤ والصلاة، لكنهم لم يستجيبوا، ما اضطرني الى التيمم والصلاة في السيارة. مخالف ما دشمن ما شاه است، مرگ بر شاه. انتشر خبر اعتقال الامام الخميني، وعند ساعات الصباح الاولى كانت شوارع المدن الايرانية ساحة لمئات الاف المتظاهرين، لا سيما في العاصمة طهران، حيث ادخل الامام الخميني الى سجن 10 اباد. اطلع افراد الشعب على هذا الامر عند الساعة 8:30 من صباح اليوم التالي، وقاموا بابلاغ بعضهم البعض، وتحركوا من كل نقاط طهران باتجاه البازار السوق الكبير، حيث اطلقت شعارات معادية ضد الشاه امام الجنود المدججين بالسلاح. بدأت الناس بالخروج من البازار استعدادا لبدء التظاهرة. وعندما اكتظ الشارع بالجماهير المحتشدة بدأ إطلاق الرصاص. كان الجنود في البداية يطلقون النار على أقدام المتظاهرين، يقصدون بذلك عدم إيقاع قتلى في صفوف الشعب، إلا أن التقارير الفورية التي رفعها ضباط الارتباط في السفارات الأمريكية والروسية والبريطانية المحيطة بقصر الشاه والقريبة من المكان، دفعته إلى إعطاء الأوامر بقتل كل جندي لا يطلق النار على الرأس، مقحما مروحياته في المجزرة.
كان الرصاص يتساقط علينا كالمطر، وكان عامة الناس من نساء وأطفال وشيوخ قد سقطوا إلى الأرض، وكان بعضهم ينتقلون في الشوارع والأزقة ويواجهون بعض الجنود، لكن الشعب أعزل لا يملك السلاح. أما رفاقنا فقد توجهوا إلى مبنى الراديو والتلفزيون بقصد السيطرة عليه. كان الجنود المحيطين بالمبنى مجهزين بأقوى التجهيزات والأعداد، وقاموا بإطلاق الرصاص على الجموع الكثيرة. هنا سمعنا بأن أهالي رامين قد اطلعوا على ما يجري وأنهم قادمون، وقبل أن يصلوا إلى ساحة خراسان أعطوا العدد الأكبر من القتلى. قدرت مصادر غربية عدد القتلى في المجزرة بالآلاف. جمع جنود الشاه أجساد القتلى والجرحى في مروحيات طارت بهم إلى بحيرة قريبة من قم تسمى بحيرة الملح، وألقت بهم هناك. وقد تكفلت نسبة الملح المرتفعة بإذابة أجساد المئات. لقد تحولت هذه البحيرة اليوم إلى مكان لذكرى تأتي إليه كل أم لاستعادة ذكرى ولدها الذي قتل في تلك المجزرة. مصيبات هاي زنهای جوان مرده، مردهای اولاد از دست داده، طفلهای پدر از دست داده، من وقتی چشمم به بعضی از اینها که اولاد خودشون را از دست دادن میفتد، سنگینی در دوشم پیدا می شد که نمی توانم تاب بیارم. من نمی توانم از عهده این خسارات که بر ملت ما وارد شده است برایم. من نمی تونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. خدای تبارک و تعالی باید به اونها اجر عنایت فرماید. من به مادرهای فرزند از دست داده تسلیت عرض می کنم و در همه اونها شریک هستم. من به پدرهای جوان داده، من به اونها تسلیت عرض می کنم. من به جوانهایی که پدرانشون را در این مدت از دست دادند تسلیت عرض می کنم. أودع الإمام الخميني سجن 10 آباد الكائن في العاصمة طهران، وهناك حاولوا بدء التحقيق معه. عندما ذهبوا إلى الإمام لإجراء تحقيق معه خاطبهم الإمام قائلا: اجمعوا أوراقكم وأقلامكم واخرجوا، اخرجوا، لا أريدكم أن تبقوا هنا. وفي المرة الثانية التي ذهبت بها لجنة من هيئة القضاء العسكري إلى الإمام قائلين له: إننا نقوم بإنجاز الملف الخاص بمحاكمتك. فأجاب الإمام: بما أن القضاء غير مستقل فلست مضطرا لأن أجيب على أسئلتكم. فقيل له: اكتب إذن ما قلته على الورق. فكتب الإمام سطرا واحدا قال فيه: بما أنه ليس هناك من قضاء مستقل في إيران فإني أرى لنفسي العذر في عدم الجواب وأمتنع عن الإجابة. وفي النتيجة لم يستطيع أن يقوم بشيء في شأن محاكمة الإمام. عندما اعتقل الإمام في بدء الأمر كان الشاه يفكر في أعدامه، إلا أن علماء البلد اجتمعوا وأصدروا بيانا أيدوا فيه أن الإمام مرجع تقليد، وكان القانون حينذاك يمنع محاكمة المراجع فلم يستطيعوا محاكمته.
أخرج الإمام الخميني من السجن ووضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة حرشية تسمى بالداودية وتبعد 12 كيلومترا عن طهران. فأعلن البازار الذي يضم كبار تجار طهران الإضراب العام حتى إطلاق سراح روح الله، فيما استمر ضغط الشارع عبر المظاهرات التي طالبت بالإفراج عن الإمام الخميني. اضطر الشاه مرغما الى اطلاق سراح الامام الخميني في 7 نيسان من عام 1964 بعد فترة اعتقال دامت 9 اشهر. خلال تواجد الامام الخميني في السجن ظهر تيار داخل الحوزة بقيادة السيد شريعة مداري طرح تساؤلات حول الجدوى من الثورة على الملك وفرص نجاحها. استغل الشاه وجهاز سباك التابع لها الامر بهدف ايجاد شرخ داخل الحوزة، الا ان الامام الخميني وفور خروجه من المعتقل توجه الى مسجد الاعظم في قم، صعد المنبر والقى خطابه. اذا وجه احدهم اهانة لي بل لطمني على وجهي اقسم بالله تعالى باني لا ارضى ان يهب احد لمواجهته والدفاع عني. لست ارضى، اني اعلم بان البعض يهدفون اما عمدا او جهلا الى بث الفرقة في هذا المجتمع، وانني ومن موقع هذا اقبل ايادي جميع المراجع من كان منهم هنا او في النجف او في سائر البلاد مشهد طهران واينما كانوا. اني اقبل ايادي جميع علماء الاسلام، ان هدفنا اسمى من هذه الامور. اني امد يد الاخوة الى جميع الشعوب الاسلامية والى جميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. بعد مرور 7 اشهر على اطلاق سراح الامام الخميني وقع الشاه مع واشنطن معاهدة الحصانة القضائية للامريكيين العاملين في ايران، وقضت الاتفاقية بعدم خضوع اي امريكي للمحاكمة في ايران مهما كانت جريمته. اختار الامام الخميني ذكرى ولادة كريمة الرسول فاطمة الزهراء ليطلق موقفه المعارض لقانون الحصانة القضائية للامريكيين. مستشاران نظامی که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌هاشون، با کارمندهای وطنیشان، با کارمندان اداریشون، با خدمتشون، با هر تکه بستگی اونها دارد. اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مسئول هستند. وقتی اونها كان الامام قد القى خطابه وعاد الى البيت، وفي الليل لم يكن داخله سوى رجلين يقدمان الشاي عاده، وكانت جدرانه عاليه، فحاصره جنود الشاه ورموا بحبالهم العاليه كما في العمليات الخاصه، فدخلوا البيت وضربوا الرجلين ضربا مبرحا. كان الامام في تلك الليله نائما داخل بيت اخي مصطفى على بعد عدة أمتار من المكان، فتوجهوا نحو البيت وحطموا الباب ودخلوا إلى بيت أخي. كان والدي ووالدتي نائمين داخل باحته، فنادت والدتي والدي قائلة أتوا ليأخذوك، وكررت ذلك عدة مرات، فقال لها الإمام اذهبي إلى الغرفة. فدخلت والدتي الغرفة وحطم أولئك الباب ودخلوا، فباشرهم الإمام لمنعهم من ملاحقة الآخرين قائلا إن كنتم تبحثون عن روح الله فأنا روح الله. عندها أخذوه. لم يودع الإمام الخميني السجن هذه المرة، بل أقلته سيارة إلى مطار طهران حيث أبلغ هناك قرارنا فيه إلى تركيا. أسر في
اینها خب كانوا يعلمون مدى علاقة الشعب بالإمام، فقد كان الناس أنصارا ومريدين له، فإذا ما أرادوا اغتيال الإمام فإن ذلك سيكلفهم غاليا، ولم يكن أحد ليتكهن بما سيكون عليه الحال من بعد ذلك، فقد كان ذلك بمثابة مخاطرة كبيرة. علاوة على أن هؤلاء كانوا يظنون أن مشكلاتهم ستحل بنفي الإمام وانقطاعه عن الحوزة والشعب الإيراني، فاكتفوا بذلك. أصدر جهاز المخابرات الإيراني السافاك نص القرار الذي نفي بموجبه الإمام الخميني إلى تركيا، موقعا من رئيس الوزراء حسن علي منصور. بعد أيام من نفي الإمام الخميني، اجتمعت اللجنة الائتلافية للثورة التي شكلت بأمر من الإمام الخميني قبل نفيه، وفي هذا الاجتماع اتخذ قرار اغتيال رئيس الوزراء حسن علي منصور الذي وقع قرار نفي روح الله. حانت ساعة تنفيذ العملية، وقف شخصان على هذا الجانب وآخران على الجانب الآخر من الشارع ليتم اغتياله. وفي اللحظة التي ترجل فيها علي منصور من سيارته، تقدم بخاري باتجاهه وتظاهر بأنه يريد أن يسلمه رسالة كان قد خبأ مسدسه تحتها، وبشكل مباشر بدأ بمظهر من يريد تسليم رسالة، وقام بإطلاق النار واشتركت معه بقية المجموعة. قتل رئيس الوزراء حسن علي منصور واعتقل منفذ العملية وقدم للمحاكمة العسكرية. أعلن في المحكمة العسكرية بكل شجاعة أن انتقمت لنفي مرجعي في التقليد، ومن المعروف أنهم سألوه هل أنت مسلم؟ قال نعم. وسألوه هل أنت ملتزم؟ قال نعم. قالوا له هل تعلم أن القتل يحتاج إلى إجازة؟ قال نعم. فسألوه ومن أعطاك الإجازة؟ قال الخميني. قالوا وأين؟ قال عندما قال الله يعلم أنهم قاموا بالخيانة وكان الرصاص جراء الخيانة. بدأت رحلة الإمام الخميني مع النفي، وسوف تستغرق أكثر من 14 عاما مليئة بالأحداث قبل أن يعود إلى إيران.